في الجماهير. شبهه اللي هم يعني برضو احنا مش بنقول حاجه، ولكن ونامل يكون الماتش عادل والحكم عادل. انا مش عايز منه اي حاجه، ان هو يكون عادل فقط للفرقتين، بس ما يكونش تبع جنسيه ده او تبع جنسيه ده. الموضوع برضو بيكون صعب. سيدين والحكم ده على مدربين. فكره حكم للزمالك قبل كده، واحنا عندنا معاه صوره ذهنيه سيئه. لو حكم ماتش مع الانتاج الحربي وحسب ركله جزاء على نادي الزمالك، واحد واحد ماتش بميز انتهى 1-1. واحد واحد، وكان سبب رئيسي في ضياع لقب الدوري مع جروس في صحيح 2019 صحيح. عندما سجل نادي الانتاج من ركله الجزاء. فده كان يعني، فاحنا عندنا صوره ذهنيه سيئه مع الحكم ده. واللي جاب اكيد ما يعني كان في تركز في الحته دي، بس فكره ده مدير فني يوناني، وانا بدور من الاول اقول انا عايز حكام مش يوناني مش برتغالي. واحد من حكام النخبه، يعني الحكم البولندي لمباراه الاهلي والزمالك الحقيقه حكم في الدوري السعودي كتير جدا هذا الموسم، واحد من حكام المميزين في دوري ابطال اوروبا. والحقيقه دايما حكام النخبه مش مرتبطين باسم الدوري الكبير، يعني صحيح. الحكم الدوري البولندي ليس دوري كبير، ومع خالص ذلك يخرج لنا حكاما جيد. مميزين.